أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة والأخيرة من يوميات الدورة السادسة من بطولة العلم الأمير مولاي الحسن للألواح الطائرة والتي نظمت هنا بمدينة الدخلة. على مدى 6 أيام استمرت منافسات هذه البطولة والتي عرفت في يومها الأخير إجراء منافسات الخاصة أو النهائيات الخاصة بصنف الأسلوب الحر أو الفريستايل. بالفعل منافسات الفريستايل جرت على مدى 4 أيام بحضور أبرز الأسماء العالمية هنا بخليج وادي الدام من أجل المنافسة على لقب المرحلة الأولى من بطولة العالم للكايت سورف. لكن لدى الإناث تمكنت البولندية كارولين فينكوفسكا من التربع على عرش المرحلة، فيما الإسباني ويليام ويلي حجز لقب الذكور. الأدوار النهائية دخلت عدها العكسي، والأسماء المرشحة للظفر باللقب بدأت تتساقط تباعا مع مرور الأدوار، وصورة ضبابية حول هوية بطل المرحلة، ذلك ما ميز صنف الفريستايل ذكور، لينحصر الصراع في النهائي بين البلجيكي كريستوف تاغ والإسباني ويليام ويلي. هذا الأخير تمكن من تدوين اسمه كبطل للمرحلة، فيما ثالث المراكز يحتله البطل أرون هاندلو من بريطانيا. I'm so happy to win the first event of the year. I mean, been training really hard the whole winter, and yeah, just to come to the first event and be on top of all the other riders is like a really amazing feeling. I've had some really good heats during the day today. I think the semi-final was one of my best heats of my life, and yeah, the final was super close. I really didn't know who was going to win, but yeah, I'm happy it's me. La compète était vraiment fantastique. Dakla est magnifique. C'est la cinquième, non la quatrième année que je suis ici. Et tu vois que grandir, et c'est génial qu'on a pu aller au Speedsport. Sans vraiment les meilleures conditions, presque du monde pour le freestyle, donc c'était fantastique. بالمقابل منافسات الفريستايل بنون النسوة احتدم خلال الصراع حتى الرمق الأخير، عندما تمكنت البولندية كارولينا فينكوفسكا من التربع على عرش مرحلة الداخلة، تاركة ثاني المراكز للإسبانية جيزيلا بوليدو. أما القادمة من بلاد السامبا برونا كاجيا فنلت المركز الثالث. You know, every time you win, you just feel so good because I work so hard to be here, and so if you win, it just feels like that all your effort pays off. So it's like the best feeling ever. I got second place at the end here in Dakla, and I'm really happy because the level of the girls is really high, and to be able to be in the final heat against Carolina, it's already a challenge. And well, the last heat wasn't my best heat of the day, and I wasn't riding. I started really good, but towards the end of the heat, I couldn't land all my tricks. So that's why I got the second place at the end. Carolina was riding really good with a lot of power, and yeah, at the end she won. So congratulations for her. المنطق احترم إذن في منافسات الفريستايل سواء في فئة الذكور أو الإناث من خلال صعود أبرز الأسماء المرشحة لمنصة التتويج. بدور منافسة البيج إير التي تحضر لأول مرة هنا بخليج وادي الدهب فيها بطولة العالم للكايت سورف، عرفت منافسة حامية الوطيس بين أبرز
الأسماء العالمية التي حضرت هنا بخليج وادي الذهب. بالفعل فالبطلة الإسبانية جيزيلا بوليدو التي احتلت المرتبة الثانية في صنف الأسلوب الحر استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى في صنف البيج إير، وعلى مستوى الذكور فاز البطل الهولندي كيفن لانجري. عن النتائج التقنية الخاصة بهذا الصنف نتابع في هذا الريبورتاج. منافسة البيج إير والتي تحضر لأول مرة ببطولة العالم للكيت سورف بمدينة الداخلة بعدما غابت عن النسخ الماضية لم تكن أقل شأنا عن صنفي الويف والفريستايل، حيث اشتد خلالها صراع حتى المباراة النهائية والتي أفرزت الهولندي كيفن لانجري كصاحب الريادة في صنف الذكور، فيما لقب الوصافة كان من نصيب الأسترالي مارك جيكوب، أما الأمريكي جيسي ريتشمان فحصد المركز الثالث. I'm really excited I won. You know, I just love doing the big air. I think it's a really cool discipline. It really showcases what kiteboarding is all about. And doing it here in Dakhla is just amazing. You know, we got a beautiful spot, great wind, sun was shining, the people were cheering, and I'm stoked I came on top. Yeah, it's the first time I competed in big air since it's been back. And yeah, I wasn't expecting to do well because it's something I've never trained or really put, you know, my work into it. But yeah, I managed to get second, and yeah, I'm pretty stoked about it, and I think I'll do a practice a bit more and yeah, see for the next events. And yeah, my main focus is freestyle. I didn't do very well this year, but yeah, I'll definitely work on both categories and push it. بدورها الإسبانية جيزيلا بوليدو حسمت الأمور لصالحها واعتلت هرم المرحلة بعدما تفوقت في المباراة النهائية على البريطانية آنا وايتلي. أما المركز الثالث فكان من نصيب الهولندية أنولاس لاميرتيس. Really happy that I could win the big air. We were competing during 3 days. First the qualifiers, then the first, second, third round, and today we did the final. And I'm really excited because I had fun on the water. I really enjoyed it out there with the girls. We were all of the four of us jumping really high, and yeah, I think I'm stoked with my win. And yeah, now it's time to focus for the next competition. I'm really happy to win the second place in the big air for the women. Yeah, we had some great conditions today in Dakhla. It was really windy, so that makes it perfect for a big air competition where you're trying to jump as high as possible. So that was perfect. إذن جيزيلا بوليدو وكيفن لانجري نصب نفسيهما كبطلا لمرحلة الأولى من مراحل بطولة العالم في صنف البيج إير، ليسدل بذلك الستار عن فصل الحكاية الأول من بطولة العالم للكيت سورف هنا بخليج وادي الذهب، على أن يستمر الفصل الثاني هناك بالجزيرة الشمالية للمملكة. اليوم الأخير مشاهدي الكرام من هذه البطولة الرياضية العالمية التي احتضنتها مدينة الدخلة شهد تدشين مدرسة خاصة بالرياضات البحرية في الكايت سيرف والوين سيرف. هذه المدرسة وهذا المشروع الضخم الذي أنجز بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم وعلى مساحة أكثر من هكتار. الأكيد على أن هذه المدرسة ستعطي دفعة معنوية لأبناء المنطقة من خلال تأطيرهم في الرياضات المائية وتلقينهم الأبجدية الأولى في هذه الرياضات. مشاهدين دعونا نتابع روبورتاج حول تدشين هذه المدرسة الرياضية. مدرسة رياضية جديدة تعنى بتلقين وتعليم الأبجدية الأولى في الرياضات البحرية، تلك التي تم وضع حجرها الأساس بمدينة الداخلة، هدفها بالدرجة الأولى تأطير شباب وأطفال المنطقة من أجل ممارسة الرياضات البحرية وكذا المساهمة في التعريف بها وانتشارها على صعيد الجهة. المشروع فيه 62 التلاميذ اللي يمكن له ينعسوا في هذه المدرسة
اللي درناهم ان شاء الله في هذا الجبل الصغير اللي كيكونوا محترفين بالريح باش ما يضربوش بالريح بزاف، وتكون عندهم رؤيه دائما على الشاطئ والبحر. ثانيا عندنا ان باتيمون ديال الاداره وفين ياكلوا الناس التلاميذ اللي يكون قريب لدخله للطريق لكي يمارسون بسرعه الرياضه ديالهم. واخيرا تكون عندنا واحد المدرسه اللي هي ما كتكونش بزاف في المغرب، غتكون مدرسه للكايت سيرف فين التلاميذ يتعلموا كيمارسوا هذيك الرياضه، كيمشيو مع الريح، كيمشيو مع البحر. مدرسه مهمه جدا في هذا الموقع، وهي مدرسه لتعليم الرياضات المائيه، الكايت سيرف والواند سيرف. طبيعة الحال هي ثمرة شراكة ما بين وكالة الجنوب وولاية جهدوى ذهب القوارع والمجلس الغراوي وجماعة عرقوب والجامعة الملكية للألواح الشرعية وجمعية لاقين. تكلفة هذا المشروع 10 ملايين درهم. طبيعة الحال الهدف منه هو تعليم الشباب هذه الرياضة الحديثة التي تعتبر الداخل لها من المؤهلات ما يجعلها قبلة دولية، وبالتالي كان من الضروري إنشاء هذه المدرسة لتعميم الفائدة من تعليم هذه الرياضة التي أصبحت رياضة عالمية، والداخل الحمد لله توفر على مجموعة من المؤهلات التي تؤهلها لتكون في الركب. احنا شفنا اشنو وقع في الخارج، كيفاش هاد الدراري تيوصلوا لهذا المستوى. ماشي غير تيجي وتاخذ واحد لابلونش وتيوصل لهذا المستوى، تيدوز من واحد تكوين اللي تيمكن له يزيد يكمل على داك الشيء اللي عنده باش يمكن له يولي بطل ولا يولي يمارس هذا سميتو. ومن غير هذا التكوين خصو يكون فيه شويه القرايه، شويه ديال سميتو. دونك حنا مشينا على واحد البرانسيب ديال المدارس اللي كاينين في بعض البلدان، خديناهم وادابتيناهم للمغرب وقلنا شنو غنديروا مدرسه اللي غتكون شبان، ومدرسه اللي يمكن لها تستقبل بعد التلاميذ في موسم ديال لي فاكونس باش يمكن لها دير لهم واحد التكوين على ممارسه لي سبور دو غليس، وتكوين حتى على البيئه، وتكوين على البحر، وتكوين على هادشي كلشي. يكونوا دي زاتولي ويكون واحد لا فورماسيون، ويكون واحد كاين واحد الجانب اجتماعي اللي يمكننا نجيبو لهاد التلاميذ من المدينه الداخله باش يخرجوا من المنطقه ديالهم ولا من مدينه العيون ولا من بوجدور ولا من اكادير. مدرسه شيدت على مساحه تناهز الهكتار، الاكيد انها ستساهم في تطوير وانتشار الرياضه البحريه بالمنطقه، ولما لا خلق ابطال ينافسون على لقب بطوله العالم في المستقبل. اليوم الختامي لبطولة العالم للكيتسيرف هنا بخليج وادي الذهب عرفت حضور مجموعة من الوجوه الرياضية وكذلك السياسية. هذه الفرصة اغتنمناها لأخذ مجموعة من التصريحات لنتابع. هذا العام جاونا تقريبا 130 ديال اللعابة، النيفو ديال الكيتسيرف هذا العام كان عالي بزاف، والحمد لله كانوا 30 دولات هنا في الداخله، وهذا الشامبيونا ولا سبونسوريزي بلا سوسيتي فيرجين، دونك عطاتها اون اوتر ديمونسيون في سور لو بلان انترناسيونال. واللي مهم هو اليوم دشنا المدرسه الاولى في العالم باش ندربوا لي مونيتور لي انستركتور ديال الكايت سيرف، لا في لا تكنيك ولا في لو لانجاج ولا في لي لانغ. دونك هذا حاجة مهمة للداخلة وللمغرب اون جينيرال. هذه التظاهرات الرياضية اللي كاينة في مدينة الداخلة هي ما جات كيف ما ينقال بأنها جات عن فراغ، وإنما جات بفضل المؤهلات اللي كاينة في مدينة الداخلة، مؤهلات البحرية، واللي نحن كمنتخبين كنحاولوا نمتنوها ونزيدوها للأمام. وفي هذا المجال جات هذه التظاهرات، وإن شاء الله في المستقبل سيكون مستقبل كبير للمدينة الداخلة. هذا ما جاء من فراغ، إلا والحمد لله مدينة الداخلة هي مؤهلة لهذا النوع من الرياضات، ماشي على الصعيد الوطني بل على الصعيد العالمي. كيف تشاهدوا أغلبية المشاركين هم من دول أجنبية، وهذا الحمد لله يدل على مدينة الداخلة وماشي في
تقدم اللي هو يجلب الناس اللي تعطاوا لهذا النوع من الرياضات. التظاهرة ديال هذا العام عرفت واحد النجاح كبير من ناحية المشاركة ومن ناحية حتى التواصل، لأن كما شفتوا بأن كاين واحد لي تكنيك جداد استعملوا هذا العام باش يمكننا ننتجوا ونديفيزيو على صعيد العالم، وهذا هو الهدف من هادشي كلشي. هو هادشي اللي واخا ما كاينش واحد البوبليك اللي تيجي باش يتفرج، ولكن حنا تنمشيو حتى عند الناس تنديوهم بالصور وبهادشي اللي تتنتجوا وبلي البت عليهم تنديروا البت على صعيد العالمي. هذه هي الاولى. وثانيه فيرجين دخل في لا كومبيتيسيون كسبونسور برينسيبال ديال هاد لا كومبيتيسيون في العالم، وفيرجين غيزيد يبروفيسيوناليزي هادشي. وحنايا كاين جوج الحوايج هاد العام، هو بان لا كومبيتيسيون باسم مولاي الحسن، وثانيا فيرجين عطى الانطلاقه ديالو في الداخله، هو مهم من الناحيه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه باش فيرجين غروب انترناسيونال انجليزي معروف غيشرى هذا لو تور وغيبدا في الداخله. I found this an incredible place. It exceeded my expectations. I think this must be one of the premier spots in the world in terms of conditions and hospitality for kite surfers all over the world. I understand there's over 300 days of kite surfable wind. And it seems like the sun doesn't stop shining. It's a wonderful place to kite surf. الحمد لله الأجواء دس في السنة هذه فتدهور دس واحد الأجواء عالية وبالنسبة واحد المشاركة اللي هي 100% فما أكثر. العام الحمد لله دس 130 ديال المشارك، العام الجاي إن شاء الله كنتمناو 170 حتى 200 مشارك، ولكن لحد الآن كلهم مشاركين والطاقم وكل شيء فرحان بهذه النتيجة الإيجابية اللي مرت فيها وفي هذه الظروف اللي مرت فيها هذه التظاهرة المبهرة في مدينة الداخلة وبالموقع الداخلة أتيتيد. الدورة السادسة لهذه السنة كانت متميزة بزاف، بحيث أن العديد من المشاركين جاءوا وبالتالي العديد من المنابر الإعلامية الأجنبية تما كانوا هنايا، هذا الكامل في سبيل تشهير مدينة الداخلة وتعريف بكاع لي بوتونسياليتي وكاع المواقع السياحية والطبيعية اللي كاينين هنا في المدينة ديال الداخلة. هذه المرحلة هذه جابت عدة منابر إعلامية، حيث أن لا بروميير إيتاب المرحلة الأولى في لو تور مونديال في الدورة العالمية ديال فيرجين كيتسيرف وورلد تشامبيونشيبس. دوكو بزاف ديال الصحفيين جاوا من البرتغال كذلك من فرنسا ومن عده دول اخرى، تالي بو دي بو دو برودكسيون كي فون لا ديفيزيون في كاع لي بيي دو موند ا بريزون. دوكو هاد السنه هادي صراحه كانت متميزه جدا، وحتى الاخوان ديالنا الصحفيين من الصحافه الوطنيه تاهما قاموا بعمل كبير وجبار وكنشكرهم كاملين. I'm very happy about it, especially because we got to compete here on a very nice spot. This year the freestyle competition was on the speed spot, which is one of the best places for kiteboarding in the world. So yeah, I'm very happy about the girls. They're all riding so good. I feel very very good to be among the three best ones. ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي عاشتها مدينة الداخلة، شهد حفل توزيع الجوائز المادية على مختلف الأبطال الفائزين في مختلف الأصناف الرياضية. هنا على هذه المنصة صعد أبرز الأسماء المتوجة بلقب مرحلة الداخلة هنا بخليج وادي الذهب ضاربين موعدا خلال المرحلة المقبلة هناك بدولة إسبانيا. إذن بهذه الصور مشاهدي الكرام نودعكم على أمل لقيكم في نسخة مقبلة السنة المقبلة بحول الله. لم يبق لي إلا نقول لكم دمتم في رعاية الله أطيب المنى. إلى السيد عامل والجي مريم أوسرد والسادة المنتخبون والقوات المسلحة الملكية Congratulations to our team.
second. This is our 2015. Jesse Richmond, yeah, it's... Freestyle podium, third place. The name very high. We want to enter the podium the president of the Moroccans. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. You're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. مشاهدينا الاعزاء سنرافقكم
لا باش كملي دوري عندي. دور عندك. تفضل احمد. شي نبدا. كيقولوا اكشن. اكشن. سيري الله بسم الله. يلا سير. كما الاسباني ويليام ويلي حجز لقب الذكورة. مشاهدينا تاع اسباني ويليام ويلي حجز لقب الذكورة. مشاهدينا دعونا نتابع هذا الروبورتاج وابرز النتائج النهائية لهذا اليوم. مشروع قدر بغلاف مالي قدر بغلاف مالي قدر بغلاف ملايين. المشروع الذي دشن بغلاف ملايين قدره 10 ملايين درهم وعلى مسافة أكثر من هكتار. مساحة. أترككم مع هذه الصور، لكن قبل ذلك نلتقي في لقاء آخر. وانت تودعي هذه الفرصة اغتنمناها لأخذ مجموعة من التصريحات نتابعها في (تصفيق)